ويسعدني ان يكون معايا الفنان الشاب المتألق دائما مراد فكري. طبعا بقول لك مليون مبروك يا مراد على المسلسل الجميل. وانا بقول لك مليون مبروك علينا كلنا، وبقول لك مليون منورنا ومشرفنا، يا وش الخير علينا. تسلم. انا شخصيا بتفائل بقناه الشرقيه، وبتفائل بيك جدا جدا في اي افتتاح مسلسل او عرض خاص فيلم. اشكرك. اه والله. اه والله. قول لي بقى يعني دورك ايه في المسلسل؟ دوري مكتوب على الورق اسمه حريقه، بس لما تيجي تنطق في المسلسل تقول حقيقه. لان هو قلده شويه. قلده جميل. لا اكيد بيولع الدنيا بقى ببعضها. لا مش ولع الدنيا، ده حقيقه بيحب افياح. اللي هي افراح. فلك ان تتخيل. الحمد لله ولاد امبابه برجع بيه للكوميديا في رمضان 2020، برجع بيه للدراما بشكل كويس، بلعب شخصيه حريقه. حريقه ولد عواطلي بس رومانسي، ويعتز جدا بشهاده الاعداديه بتاعته على طول ماشي بيها، ومعتقد ان هي دي سقف تعليمه، ده التويفل بتاع التعليم بالنسبه له. بيحصل كنكش كده دمه خفيف بلغه الشارع بقى، بلغه امبابه، بيحصل نكش ما بينه وما بين ولاد امبابه اللي هو سعد الصغير ومصطفى ابو سريع وشمس وعمر رمزي، بينضم لهم في الحلقه ال15 لانه بيتجوز بنت امبابه، وبيحصل بقى شغله حلو. يعني مين بقى بنت امبابه؟ مدام شمس. بيحصل لينك طول الحلقات كده، وبعد كده يعني بيبقى واحد من ازواج بنت امبابه. قول لي المسلسل بيضم كوكبه كبيره من الفنانين والمطربين الشعبيين ما شاء الله، يعني لما بتبقى موجود في عمل في يعني مجموعه كبيره كده من الفنانين، ده بالنسبه لك بيبسطك اكتر، ولا لما يكون يعني عدد محدود بحيث انه يبقى التركيز اكتر على الشخصيه اللي انت بتجسدها؟ لا طبعا لما بنبقى مجموعه كبيره بيبقى حلو، بيبقى حلو في الكواليس، بيبقى حلو في التصوير، بيبقى نوع من انواع المنافسه الفنيه. صحيح. المنافسه الافضل، مش منافسه سلبيه، منافسه ايجابيه يعني شريفه. المنافسه الشريفه نفسنا. لا لا الحمد لله، بين المنافسه والنفسنا. لا ده انا عايز اقول لك بقى مفاجاه، دمها شربات، ربنا يدوم علينا نعمه في المسلسل ده. احنا كلنا هنا اصحاب، وكلنا طالعين مع بعض، وكلنا نعرف بعض من ايام ما كنا كل واحد فينا بيتمنى يقول جمله، مش يعمل دور مهم او يكون بطل العمل. فده شيء كويس جدا، ده شيء مساعدنا احنا كلنا ان احنا نقعد نعمل تيم وورك، نقدر ان احنا نعمل نايس كرو، نعمل شغل يخلي المسلسل في حته حلوه قوي. دايما لما بيبقى ابطال المسلسل حابين بعض وعارفين بعض على المستوى الشخصي بيطلع العمل احسن فاحسن فاحسن يعني. أكيد. اخيرا لكل جمهورك بقى اللي بيحبك توعدهم بايه لما يشوفوا ولاد امبابه وشخصيه حقيقه؟ شخصية حقيقة وكل أبطال ولاد امبابة، أنا وعدكم كمراد فكري أخوكم وابن ستات البيوت المحترمة الجميلة، أوعدكم أنكم هتضحكوا ضحك نظيف، ضحك من القلب، ضحك ما يمسش الحياء العائلي. موضوع جديد قوي عليا وعليكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وسنة 2020 حلوة عليا وعليكم وعليا وعلى أعدائي. وعلي... لا مفيش أعداء، أنا مالناش أعداء الحمد لله، ربنا يحب فينا خلقه. وأنا مبسوط جدا إني قابلت حضرتك والله. شكرا يا مراد، ودايما بالتوفيق. ميرسي جدا، فور سيدي جدا.